التغذية اليوم معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني الأخصائي في التغذية والحمية. غادي نتكلموا على أو نصحوا المفاهيم الخاطئة حول نظام الكيتو الغذائي. دكتور رمضاني صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة. مرحبا، تحية ليك، تحية للطاقم مجموع وتحية لجميع المستمعات والمستمعين. مرحبا دكتور، شكرا. إذا بالنسبة لنظام الكيتو كنعرفوا أنه نظام غذائي اللي كيساعد في إنقاص الوزن وخاصة على المدى القصير، يعني ممكن أننا نفقدوا الوزن مع النظام الغذائي الكيتو، ولكن لازم أننا نعرفوا أن هذا النظام الغذائي عنده تأثيرات جانبية، لأن البعض كيقول أن هذا الفقدان الوزن السريع كيكون سببه وفقدان الماء. إذن بداية نعود نشرح للناس دكتور رمضاني بعجالة شنو هو نظام الكيتو بالضبط. أولا نعرف واحد تذكير الفيزيولوجيه ديال الذات ديالنا اشنو كيوقع. مثلا الخلايا ديالنا، ناخذ واحد الخلايا ديالنا اشنو هي المصادر ديال الطاقه ديالها. اول مصدر هو السكريات والجلوكوز. هذا السكر ملي كيدخل الذات كيخضع لواحد المجموعه من التغييرات، واحد الاستقلاب. باش لا جليكوليز باش كيعطينا واحد المواد، ومن بعد كتدخلوا كيدخل وسط واحد المكون ديال الخليه اللي هو الميتوكوندري، وكيخضع لواحد الحلقه ديال التغييرات باش كيعطينا واحد مصادر ديال الطاقه اللي الخليه كتستعملهم. في بعض الاحيان يعني كيكون المصدر ديال هاد الطاقه ماشي هو السكريات، الذات ديالنا ولا الخليه كتلجا يا اما لاستعمال الدهنيات او لا لاستعمال البروتينات. في بعض الاحيان مثلا ملي كنكونوا صايمين ما كيكونش عندنا مصادر ديال السكريات، بطبيعة الحال الذات ديالنا كتقدر تصوب السكريات، ولكن كتلجأ بالاخص للمخزون ديالها. وهذا المخزون كيكون على شكل بالاساس مواد دهنيه، وكيستخلص لينا لي كور سيتونيك لي، واللي من هنا منين جات هو راه الريجيم سيتونيك اللي جات منه لو ريجيم كيتو، ولا كيتو بالانجليزيه. الوغ هاد المكونات هذه هي اللي كتجي وكتدخل للخلايا، والخلايا كتستعملها كمصدر الطاقه. يعني فاش كنكونوا صايمين راه حنا كنلجؤوا شويه لهاد الاختيار الثاني اللي عند الخلايا ديالنا كمصدر للطاقة، اللي هو كنخليو السكر جانب وكنمشيو للمواد الدهنية كمصدر الطاقة. اشنا هو هاد الريجيم كيتو؟ الريجيم كيتو هو جا فوق، يعني نسخة بغي الناس يستنسخ الفيزيولوجيا ديال الخلية عوض باش يعطيها السكريات كيمنعها منهم وكيعطيها مصادر ديال الطاقة بالاساس كدهنيات، وبالتالي الذات ديالنا كتاخذ شويه الدهنيات من داكشي اللي كنعطيو ليها، ولكن كتبدا بحكم انه كيكون واحد التغييرات هرمونيه كيستمد كذلك المصادر ديالو من الخلايا الدهنيه ديالنا، وبالتالي كنلاحظوا على انه كيبدا نقص الكتله الدهنيه اللي عندنا في الذات ديالنا كذلك، وبالتالي كيبدا عندنا انقاص الوزن. يعني بخلاصة الريجيم كيتو أو لا هذا النظام الغذائي الكيتو فهو بطبيعة الحال كيكون الأساس دياله هو أن احنا نحبسه أو لا على الأقل نقصه بواحد شكل كبير من السكريات، كنكتروا من الدهنيات، ولكن من الأحسن أن احنا نحافظه كذلك على مصادر ديال البروتينات. هذا الريجيم الكيتو هاد الريجيم الكيتو يعني كان اللجوء اليه في واحد المجموعه من المدارس ديال التغذيه، خاصه ملي كيكون الهدف هو انقاص الوزن، ولكن كيف ما ذكرتي يعني كيكون واحد النظام اللي حنا كنمشيو ليه واحد المده زمنيه معينه. يعني واحد اسبوع، جوج اسابيع، ثلاثه الاسابيع على ابعد تقدير، باش كيبدا هذاك لو ديكلونشمون او لا كيبدا عندنا نقصان الوزن، ومن الاحسن ان احنا مباشره نرجعوا لواحد النظام
غذائي متوازن، خاصة ملي كنعرفوا أن احنا كنعاودوا تقريبا نربيو في الذات ديالنا التنظيم، لأنه هذا الريجيم كيتو من بين الحويجات اللي فيه هو أنه طبيعة الحال بحكم على أنه مابقاش عندنا الحق في السكريات، نعم مابقاش عندنا الحق في الجرينيوطاج ولا في يعني في ديك الوجبات اللي كتكون ما بين الأوقات، اللقمة كي كنقولوا ولا القيم القيم يعني اللقمة القيم يعني مابقاش عندنا فيه الحق، يعني العادات نقدروا ندوزوا واحد شهر تقريبا شهر ونص باش كنفقدوها، باش ما كتبقاش داخله في العادات ديالنا. نعم. مثلا كتلقى شي واحد اللي مخدم في واحد البيرو اللي ديما عنده التيروار ديالو كيجر، ولا شي حاجه اللي فيها مثلا شوكولاته ولا البسكويتات ولا بعض الحوايج الاخرين اللي كيمشي في واحد كيراقب راسو واحد ابتداء من 4 سيمانات. فبطبيعه الحال كنلاحظوا على انه كاين واحد التغيير ديال هاد العاده لما هو احسن. ريجيم كيتو كيقدر كذلك انسانا في هاد الاتجاه. وكذلك كتكون مناسبه ديال ان احنا ربما كنعاودوا نقادوا حتى الاوقات ديال الماكله، يعني كنعاودوا نمشيو في الماكله يعني بنظام غذائي مميز، قاعد ما كنفطر في الوقت كنتغدى في الوقت كنتعشى في الوقت. بلا ما نساو كذلك لان من الاحسن ان احنا نحافظوا وهذه دائما كنركزوا عليها بالنسبه للناس اللي اختاروا هذا الريجيم كيتو، هو انهم يحافظوا على مصادر ديال الفيتامينات ديال الاملاح ديال الالياف، واللي بطبيعه الحال كيبقى احسن مصدر وافضل مصدر ديالهم هو الخضر اللي ضروري خاصة تكون حاضرة في الوجبات كاملين، بحكم على أن نظام الكيتو للأسف فكيكون فقير إلا كان 100%، يعني ما فيش خضر ما فيش فواكه، فهو كيقدر يكون فيه هذا النقصان واحد شكل كبير من هذه المكونات هذه. كذلك في الريجيم كيتو كنركزوا على واحد المسألة اللي هي الماء، هي الترطيب. علاش؟ لان هذا الريجيم كيتو ولا ملي كتمشيو في هذه الخلايا ديالنا كتمشي في هذا الاتجاه، فالدات ديالنا كتفقد واحد النسبه كبيره ديال الماء في هذيك الاستقلابات اللي ذكرت. نعم. ما بغيناش ناخذوا في التفاصيل الفيزيولوجيه، ولكن عم عرفوا لان هذا الريجيم ولا هذا النظام ولا هذا النظام الغذائي ولا هذه الحميه هذه فراه كتخلي الدات تستهلك منا واحد الكميه كبيره ديال الماء، وبالتالي كذلك يعني ضروري ان احنا نشربوا بواحد الشكل كبير. بلا ما نساو كذلك على انه الا باش نفكروا في هذا الريجيم راه ولا في هذه الحميه، ما نساوش الاهميه ديال ان احنا من الاحسن نكونوا درنا واحد الفحص طيبي قبل. علاش؟ لانه كاين الاحتمال ديال ان احنا نتصابوا ديال مثلا خاصنا الكلي يكونوا مزيان، خاصنا الكبد تكون مزيان، خاصنا حتى الامعاء يكونوا في حاجين، يعني ما يكونش عندنا الضغط الدموي، علما بانه هو في الاصل اللي كنرجعوا للتاريخ ديال هذا الريجيم كيتو، يعني فاش مذكور في بدايه القرن الماضي، فهو اكثريه كان كيستعمل حين ربما تلاحظ على انه كيناسب بعض الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الدماغ، الناس اللي كيعانيوا من الصرع، واللي زوين على انه بهذا النظام هذا ربما كيتلاحظ انه حتى النوبات كيقلوا. يعني باقيين لحد الان دراسات في هذا الاتجاه، وكذلك يعني كان المنافع ديالو في بالاضافه الى الحميه حتى كما ذكرت اعاده التنظيم الغذائي. ولكن كما ذكرتي راه ما كاينش شي حميه اللي ما كتكونش عندها اثار جانبيه مضاعفات ولا بعض اخطار جانبيه. نعم. مثلا الا مشينا في هذا النظام الغذائي فبطبيعه الحال يعني الناس اول حاجه غادي يقدروا يبداو يحسوا بها بطبيعه الحال، يبداو يحسوا بحرق الراس، يبداو يحسوا بالدوخه، بحال تقيؤ غثيان، بعض واحد التعب، وهادو كاملين عندهم علاقه مع
مع الاستقلاب الجديد مع الميتابوليزم الجديد اللي ولات عليه الذات، بالاضافه الى ذلك فهو كيكون قدروا لاحظوا ان كيقدر يبدا ينقص عندنا بعض المكونات في الذات ديالنا، وعلى راسهم مثلا كنلاحظوا نقص في الصوديوم، الشيء اللي كيخلي بعض الاحيان ان احنا وكذلك حتى الكميه ديال الماء يعني كنبداو ديزيدراتاسيون كما ذكرت، وبالتالي كنبداو كنلاحظوا ان هاد الناس كيبداو يعانيوا من اعراض مثلا مثلا لخبطه ديال الضغط الدموي، الكي اللي كيبداو كيعانيوا شويه. داكشي علاش ذكرنا انه نديروا فحص طبي قبل واحد بطبيعه الحال. نعم نعم، يعني بصفه عامه هو نظام الكيتو ربما نظام اللي هو صحي، ولكن واش خاص الانسان يلجئ ليه بوحده ولا مع متخصص في التغذيه والحمية دكتور رمضاني؟ هي من الأحسن، مش من الأحسن، هو ضروري يكون واحد المتخصص. علاش؟ لأنه ذكرت على أنه كاين ضروري واحد على الأقل واحد البحث، واحد الفحص سريري مسبق، لما لا واحد الفحص حتى يعني البحث على بعض الاختلالات كما ذكرت، على انه الحذر خاصو كبير عند الناس اللي كيعانيو مثلا من القصور ديال الكلي، من القصور ديال الكبد، وحتى من القصور ديال القلب. يعني هادو الناس كاملين اللي ما يفكروش على انهم يديروا هاد، بالعكس خاصهم نظام غذائي متوازي، خاصهم واحد المجموعه من كيف ما خاص الناس كاملين، ولكن هاد الناس بالضبط خاصهم يكونوا واحد المراقبه طبيه مقربه. هذاك الشيء علاش يعني قبل ما نمشيو لهذا النظام، يعني من الاحسن انه تكون تحت مراقبه ديال مختص. مختص. شكون هما الناس اللي ممنوع عليهم يديروا النظام الغذائي كيتو دكتور رمضاني؟ من الاحسن يبعدوا من هذا النظام الغذائي. هو اولهم من الاحسن مثلا نبعدوا مثلا من الاطفال. الاطفال مثلا حيت كما كنلاحظوا في الاطفال راه هما ولاو كيعانيو وغادو كتزاد بالسمنه، وفي بعض الاحيان للاسف كنقدروا نمشيو معاهم يا اما في هذا لو ريجيم كيتو، او لا كنمشيو عندهم في داك لو ريجيم اللي كيتسمى ايبر بروتيني اللي كيكون كيتركيز فيه كبير على البروتينات. يعني هادو نقدر نقول من دابا على انهم انظمه اللي ما كيناسبوش الطفل في النمو ديالو، في النمو ديال الدماغ ديالو، في النمو العاطفي ديالو، في النمو في المناعه ديالو، في يعني في جميع الحويجات اللي هو كيكون محتاج ليهم. وحتى الريجيم كيتو بالاضافه الى ذلك الناس اللي كيعانيو من ذوب القصور ديال الكي. علاش؟ لانه كما ذكرت على انه كتكون لخبطه ديال الماء ديال ليدغاتاسيون ديال الصوديوم، وكما كنعرفوا هاد الحويجات هادو باش يتقادو، ف الشيف دو فيل ولا القائد باش نرجعوا للتوازن هو الكين. يعني خاصنا ضروري تكون عندنا الكين مقاده، وبالتالي يعني كما كنعرفوا التاثير مثلا ديال داء السكري المحتمل عند الكل، وبالتالي يعني حتى الناس المصابين بداء السكري فتا هما كنصحوهم بعدم اتباع النظام، ولو انه في بعض الاحيان يعني كيعطينا واحد التعديل من النسبه ديال الانسولين في الدم، يعني وكينقص لينا شويه من اللي كنسموها لانسولين ريزيستونس عند الناس. ولكن الا كان عندنا داء السكري معلن فمن الاحسن ان احنا ما نديروش هذا النظام الغذائي. كذلك الناس اللي كيعانيو من القصور ديال القلب وديال الكبد، فكما كنعرفوا والتاثير ديال الماء ديال الصوديوم ديال بعض الاختلالات على مستوى بعض البروتينات ولا الاحماض الامينيه لاحتمال انهم يكون نقصان ديالهم، وبالتالي فهاد الناس كذلك من الاحسن انهم يتفادوا. بقى لنا بعض الناس اللي كيعانيو من الكوليسترول، يعني هنا هادشي كامل اللي ذكرناه اليوم فهو مستمد من دراسات بوبليكاسيون منشورات علميه، فما ثابتش مدى التاثير ديالها عند الناس اللي عندهم اختلالات على مستوى الكوليسترول ولا لا. يعني من العلم باب الحضر من الاحسن الناس اللي عندهم اختلالات على مستوى الكوليسترول كذلك يبعدوا من الاحسن على هذا النظام الغذائي. نعم، شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني الاخصائي في التغذيه والحميه، شكرا على تلبيتك للدعوه وعلى النصائح القيمه. نلقاك غدا ان شاء الله بموضوع جديد فقره صحتي فما كلتي.